الإدماج في السنة الأولى رحنا تنشوفه الآن مع وزارة المالية وصلنا للإدماج في السنة الثانية داخل وزارة الصحة. بالنسبة اللي تشملهم الحراسة والإلزامية كاين اتفاق وغادي تشملهم، يعني كاين عدة مطالب اللي البارح ملي يعني تم اللقاء معهم اللي استجبنا للمطالب. بقى هذا المطلب ديال المعادلة هذا غادي ينتظر، يعني ما لا يمكن أن نستجيب له اليوم، ولكن راه كاين هناك النقاش باقي مفتوح. هذه خطة، هذه وزارة، هذه وزيرة، هذا تكوين، هذا تطبيب، هذا حوار، هذه خطة، هذه وزيرة، هذا تعليم، هذه مبادئ، هذه صحة. أول مطلب يا جماهير، أول مطلب يا جماهير، أول مطلب يا جماهير، أول مطلب يا جماهير.